هي لما صرت أنا يساري متطرف بلا زرع، صارت تلاحقني على الدعسة، على كل موقف، على كل شي بعمله، إذا بسهر، إذا بتأخر، إذا بطلع بشوف أصحابي، إذا بروح على القهوة، إذا بعمل أي شي، صارت تنتبه إنه طبعي غير طبعها، وإنه دائما في خلاف بيني وبينها. وبعدين بتعرفي كيف تتراكم الأمور. لما بيكون واحد رافض الثاني بيصير بدور على أي موضوع لخلاف. حسيتني حالي تأخرت كثير. مستعجلة؟ إيه والله مستعجلة، مضطرة هالمرة أقول لك توصلني أحسن ما أتأخر أكثر. إيه لحظة بس. يا ريت على طول تنسي حالك، تسمحي لي هيك على طول وصلي. تفضل أستاذ. خير؟ شوفي شوفي ليش صوتكم واصله لبرا. اهلين شرفي، مو انت دايما بتدافع عن اخوك؟ لا معلش حبيبتي لور، معلش انا بدافع عنك وعنه، عن حياتكم، عن سعادتكم. سعاده؟ شو يعني؟ كاني سامع هالكلمه بزماناتي بس نسيت شو بتعني. لور، اذا مالك مرتاحه بالحياه اللي عايشتيها معي سوي اللي بريحك. لك طولوا بالكم شوفي. ولا خلص بقى، لا بدي اسمع لا شوفي ولا بطيخ بسبر. لك شو صاير؟ موضوع انتهى، اصلا الموضوع كله بلا طعمه. بس بتعاملوا لي بنحبي ابيته وياها. انا عمو انت بتثقي كلامي ولا لا؟ انت على راسي يا عمو. تسلمي. خلص هاي مواضيع انا اللي بقرر فيها طول ما انا عايش. طول لنا بعمرك ان شاء الله. وما بيصير الا اللي بيصير خاطرك. وانت استاذ لا بقى تعمل لي حامل حيمة شي طعمه وشي بلا طعمه. انا اللي بدي اقوله بهالبيت هو اللي بده يصير، عم تفهم؟ وانت يا خانم هيك انت لهلا. بالسوق قلت لكم رايحه على السوق. وين الاغراض اللي جبتيهم؟ ما اشتريت شي، مدلين اللي تسوقت مو انا. اها يا اودات، شو صار بالاكل؟ يلا يلا رح اخلص. هلا ان شاء الله. نحكي لي شو صاير بين فادي ومرته، ليش هيك معصبين على بعض؟ اخ شو بدي احكي لك، هذا اخوك يقبرني ان شاء الله. شاف ابوه له جمعه مو طالع من البيت، قام رجع فتح موضوع البيت انه نشتري لنا بيت ارضي احسن درج. بتعرفي طلعت الدرج على ابوك، قامت ست الحزن سمعت الحديث وقلبت لك خلقته. الظاهر اخوك فادي حاكي مع السمسار مشان الاسعار وبلشت منين بدك تجيب وانت ليش معك وما معك من هالحكي. ضل ساكت ساكت وكلمه ورا الثانيه، كلمه ورا الثانيه طلعت له خلقه. هاي هي كل القصه. الظاهر لك بنتي هذا اخوك محقون قلبه مشان هيك طلع خلقه قدامنا شايل بقلبه كثير. يا حسرتي. اي بس ما بدك امي، ما بدك لهالقد. وانا دائما بقول لك انه شايفه اخوك مو مرتاح. تنحل تنحل ان شاء الله، ما في شيء ما له حل. وانت لك بنتي هدي كني اهدي شبكي، كتراني طلعاتك وفوتاتك ومو ضروري لما تطلعي طولي كل هالقد. كتير منيح انك فتحتي معي هاي السيرة. ماما انا مقدرة انه بابا مريض ووضعه صعب، بس ماني قدراني اتقبل انه يتحقق معي على الفوتة والطلعة قدام بنتي ولا قدام لور. مو معناتها اذا اتطلقت اني اندفن بالحياة. انا ما عدت صغيرة، انا ام وبنتي رح تصير صبية وعم بشتغل كمان، يعني إلي رفقاتي إلي حياتي وأنا بحترم نفسي كتير منيح. إذا رجعت الساعة 7 المساء ولا 1 بالليل نفس الشي. حنان شو هالحكي هاد؟ شو هاللهجة الجديدة هاي؟ ولا شي أمي ولا شي، بس أنا بعد ما شفت قرار المحكمة بالطلاق بعد كل هالانتظار والعذاب حسيت إنه حياتي عم تبدأ من أول وجديد. لك الله ينعن هديك الساعة. ليش لك أمي؟ ليش ينعن هديك الساعة؟ شو بدك يعني اقضي بقية عمري وانا عم بنضرب وتنهان كرامتي ويمسح فيني الاراضي قدام بنتي قدام مين من كان؟
لك شو قصتك سهران للخمسة الصبح وانت عم تحكي على التليفون؟ شغل امي شغل. شغل للساعة خمسة الصبح. وهي صار الفول المقلى جاهز، هلا بس يبرد بحطه بالبراد. الله يسلم الايدين وما يحرمني منك يا حق. والله ما بدك تبشيلك امي. يعني شو مسافرة انت وانا ما فيني ادبر حالي؟ والله غير اللبنة والزيتون ما بتاكل لو ما عملت هالاكلات هدول لك. يا احسن فروجي بيجي تليفون صغير لعندي على البيت ولخدمتي. اسمعي يا امي. قال في حياة الرجل ثلاث نساء، امرأة تحبه وامرأة يحبها وامرأة يتزوجها. تسلمي لي انا وارد. امك طابخت لي بامي وفاصوليه مع بديل البراد لحمه واكل شيء غير شكل. يلا باي باي. ان شاء الله صحه وهنا حبيب قلبي. الله يسلمك. الله معك. الله معك بالسلامه ان شاء الله. دير بالك على ماما. بعيوني. دير بالك على حالك. ها ليش؟ لا حبيبي سلام. الله معك. الله معك. نورتي البيت يا ماما. لك تقبري قلبي ان شاء الله. تقبريني ان شاء الله. يا امو. يا حبيبتي. ايه إيه لا طبعا لساتنا على موعدنا. شو فكرتيني نسيت؟ ايه وين انتو؟ ايه عرفتوا خلاص. اوكي اوكي يلا باي باي. عمو عمو جلال؟ مرحبا. كيفك حبيبتي؟ مشتاقة. مرحبا استاذ. مرحبا. وضح طبعا. طبعا وضح لك انا الهام. حلو. خليني شبابي. يا يقبر قلبي متضايق بالشغل بهاليومين. ليش؟ خير شو في؟ اجاهم المدير جديد وباين عليه حاطط براسي وحط الطقم القديم كله على جنب. سليم تعرفي يا امي ما بحط طواطي لحدا. ايه بعرفه. بس يا بنتي هي دولة وظيفة حكومة، يعني المدير مو على كيفه مشي اللي بده اياه ويخلي اللي بده اياه. يعني امي ما بيمشيهم بيمشيهم، بس يعني بيخليهم يكرهوا حياتهم ويكرهوا الشغل كمان. تخيلي سليم بهالعمر يجي شاب عمره 25 سنة ويعطي اوامر. ايه ما بترحم الامي. بسيطة حبيبتي بسيطة، كل شيء بينحل. طبعا بسيطة. المهم قولي لي كيف الاوضاع المادية؟ منيحة ماشي الحال. يعني كلياتنا الاثنين شو رح تكون؟ لا حبيبتي مو مشكلة، هي عندك عامر وعفاف وانور والهام ولينا، كلهم اولادك الله يسلمهم. الله يخليهم ويسلمهم. انا برايي شغلة ما بدها ابدا وضع. اذا انت جاهز ومستعد خبر اهلك وخذوا موعد من بيت اخي وروحوا مباشرة. الشغلة ما بدها مليون حساب. اذا قال لا ساعتها بتصرف. والله انا جاهز، بس الهام اللي بدنا نستنى شوي. ايه لانه لما بينقال من البدايه بصير في كركبه بالعلاقة. علاقة مين ومين مثلا؟ علاقة وضاح مع اهلي ومع بابا بالذات. طب يعني هلا اذا قال لا حتراجعوا انتم؟ اعوذ بالله. انا وضاح ما عاد اتخلى عنه في حياتي. ايوه ايوه. يعني نقال ايه ونقال لا، الكركبة قائمة قائمة. ايه بس بدل ما تنقال لا بوش وضاح واهله يعني بتنقال بيناتنا. والله يا الهام استاذ جلال عم بحكي صح، وانا بعتذر انه سمعت كلامك بالاساس. نعم هلا كنت عم بقول هالبني ادم ما عاد تخلى عنه بحياتي. قدر لي اياها شوي. والله مقدرة، ولانه مقدرة رح اعمل الصح مثل ما قال الاستاذ جلال. خص. لا
وبقى هيك ها؟ هيك صرتي أفهم وأذكى. يعني قصدي صرتي عم تعرفي تلعبيها، تحبيها هيك تمسكيها بإيدك. بس لا تسألني عن التفاصيل، أنا عاملة حرب مفتوحة على كل الجبهات. وإن شاء الله جبهتي بيناتهم. والله كل الطرق تؤدي إلى روما. دخيل عينك يا ميساء، من زمان صرت أفكر بهاي الطريقة. قديش كنا وفرنا على حالنا جهد ووقت. هلا بما انه رح نصير شركة فانا صار بحق لي اقول ايمتى وكيف رح نبدا. لا هيك ما اتفقنا بنوم. لا هيك اتفقنا، الارض ارضي انا وانا اللي شايفتها كثير منيح وانا اللي بعرف كيف نتحرك. شو انسى ميساء؟ الظاهر انه الطالب بده يتشاطر على استاذه. والله يا ما طلاب سبقوا اساتذته. ايه؟ والله يا ابو الميش صاحبك غرقان. والله غرقان غرق غير شكل. وبعدين شو يعني؟ لو رايحين؟ ما بعرف. شو ما بتعرف يا رجل؟ لازم تعرف. أنا بالنسبة لي كل شيء واضح، هي برأيي مستحيل. معها حق. ده كيف معها حق؟ أنت معي ولا علي؟ والله أنا مع موكلتي. هلا فجأة صرت محامي؟ يا جلال، هون في نقطة قانونية. خليل ما بيترك للبنت ولا دقيقة إذا بصير هيك. لك ميشيل، أنت بتتخيل واحد بهالصفات اللي أنت حاكي لي عنها ولا حتى حنان شرحت لي عنه لهذا خليل يكون ملهوف كل الأد على بنته، يتحمل مسؤوليتها؟ يا سيدي معك حق، لا ملهوف ولا شيء، بس بهيك حالات القصة بتصير نكاية. لك نكاية شو؟ بيتحمل مسؤولية مش هنعمل نكاية؟ لك يا رجل، الزلمة عنده أموال ما بتاكلها النيران، يعني بأسوأ الحالات بيحتلها مربية. أصلا شغلة البنت كلها على بعضها مسائل عليها. أنت عم تنسى الشغلة الأساسية، إنك أنت شو وهي شو. والله العظيم أهلها بيذبحوها إذا بتصير هيك شغلة. لكن احنا عند المسيحية الزواج تاني كله غير مستحب بعد طلاق او ترمل. كيف اذا كان من غير دين؟ وكيف بقى اذا كنت حضرتك؟ لكن انت اللي عندك مطايقينك. لك شو اللي عندي واللي عندك؟ شبك انت اللي معي؟ لك جلال، انا ما عم احكي بصوتي، انا عم احكي عن الشيء اللي راح تسمعه وتواجهه. طب انت شو؟ شو انا شو؟ انت لو عندك بنت ومسيحية وبدي اطلب لها ابني ومسلم، شو بتقول؟ أنا شخصياً ما بمانع بس ما كتير بفضل. جديدة هاي؟ لك لا جديدة ولا شيء، عقلي عقلي مثل ما أنا مثل ما بتعرفوا. بس أنا اللي بقصده إنه المشكلة حلها مو هون، بدها حل شامل. الحل الشامل بيكون بالقانون وبالتعليم، وأي حل فردي هو عبارة عن مناطحة بالصخر. وليكك أنت الكاتب العلماني الكبير عم تحب السر وعم تتخبى ورا الحب تبعك. والله أنا خايف تكسره بشي يوم من الأيام. لا يا زلمة لا تقول هيك. يا سيدي انت لا أقل، وأنا مستعد كون معك للأخير. منيح هيك؟ لازم يكون في حل. الحل بالقانون والتعليم، الله وكيلك ما في غيره. نبقى منجرب نطالب بهالشي، بس هلا في أنا وفي حنان. أنا وحنان صعب نستنى القانون والتعليم، نستنى المجتمع كلياته لحتى يزبط. يا رجال أنا بتنفس نفس لحنان، نفس. هلا وقت اللي قلت انه هذا حب ممكن نفذه انا بيوم من الايام، والله كان في شيء جواتي انخلع من قلبي خلع. لا ان شاء الله ان شاء الله ما بتتركه بعد. تعرف شو جلال؟ والله العظيم انا عندي احساس انه رح تضلوا حابين بعض ورح تضلوا متخبيين ورا الحب تبعكم. مرحبا ميساء. اهلا طارق، كيفك؟ انا منيح. خير شوفي؟ ليش شوفي؟ شو شوفي؟ مو علمتي لي؟ انا؟ معقول؟ بجوز بالغلط. طيب اوكي. طارق انا اسفة، سهران ولا فيقتك؟ قلت لا خلص خلص ولا يهمك، مو مشكلة. طيب عن جد انا اسفة. ما طارق إذا نومتك تضايقت من ورا تليفوني فارجع حكيني، لازم كفر عن غلطتي وما خليك تسهر لحالك. أوكي؟ أوكي أوكي، يلا تصبحي على خير.
تصبح على خير. شغلة ولدني البنت هبلة، يعني هيك بدك تقول شكل من أشكال المراهقة؟ لا والله أنا بختلف معك يا ميشيل، لازم تاخذ الشغلة بجدية شوي، البنت كأنه في شيء مو مريح فيها. لكن المهم أنا تعاملت مع الموضوع بشكل أبوي، هي شو تفكيرها شو سلوكها تصطفل. مزبوط. بعدين لا تنسى أن رفيقة لينا يعني مدعومة. شو حتحملنا جميلة يلا؟ لا لا شو دخلك؟ لينا بتخصني لي، شو دخلك أنت؟ بحكم شو بالله؟ بحكم الزمالة الصحفية. أنت أصلاً شو دخلك بالصحافة؟ المهم أنا موجود فيها. يا سيدي موضوع دور الدين بتشكيل الوعي أخذته مثل ما هو من المجلة ونزلته على الويب سايت تبعها، يعمل عمايل ما عملها عندك. بشرفك. الله وكيلك. والله برافو. وهلا محضر لك موضوع بإذن الله رح يكون قنبلة الموسم. أنت مصلي على النبي يا أنا؟ الله وكيلك مصلي على كل الأنبياء. شوفك لك انت لك حصه هالقد شبه خليلي يا كرم. وين ماما؟ معادل. صباح الخير. صباح النور. اهلين حبيبي. شلونك؟ الحمد لله. كيفك انت؟ انا اذا ما تصبحت فيكي كل يوم بنتزع كل نهاري. الله يخلي لي اياك يا رب. تسلمي تسلمي. اهلا وسهلا فيك يا اخي. ايه ماما ما خلصت الفيزا؟ حضريني باسبورك واغراضك يلا حاجتك. لا 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 لسه بضل جمعه. لك شو جمعه ما جمعه خلاص ما عاد فيني انا قاعدين خلصوا الاكلات البرا. يا ماما الله يسلمك يا حبيبي. الو هي قصي. اهلين. لا والله عند اختي بخير. امام جبتهم ايه؟ ايه والله انا جريده. انا صفحه. ها؟ ايه 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 لكن العبا ما قل عقله ما قل ذوقه. ايه لك ما عارف شي بك تحمل. يكتب يا اخي شو القصة دخيلك. لك يكتب ويسب حتى. والله مو الحق عليه، حق على ميشيل. ايه هو مو ما نشر له. ايه بدك تشغله بعد شو بيطلعها من جهه ثانيه. لك خلص يا نبير. خلص انت لازم تدفع ثمن شغلك معي. طيب يلا خلص بنحكي بعدين. لك خلص هلا. ايه خلص يلا بعدين. يلا مع السلامه. يا شو هاد حبيبي؟ في حدا ما حب المسلسل؟ شو رايه؟ يصطفل. معلش يا الهامش من الديمقراطيه عنا معلش خلي الناس تحكي اللي بدها فيه. دخيلك انا على حال ما عم يكتب رايي. هذا ما بيحكي من منطلق راي الناس، هذا بيحكي من منطلق حقد شخصي ومنفعه ومصلحه. عرفت شو؟ ليش شو في بينك وبينه؟ لك شو بدك تقول يعني؟ منو هاد؟ عن شو عم تحكوا؟ فهموني. هاد طيب كثير رح تعرفي. صحة وينه؟ ماما شو حبيبي؟ هلا عمو جلال مسيحي؟ لا ماما مسيحي. طيب ليش دائما جده بيقول لي انه لازم نرافق بنات مسيحيين؟ وانا عندي كل رفقاتي بالمدرسه ما بسالهم شو هنن.
ماما مو ضروري تسأليهم لأنه نحن كلياتنا بشر وكلياتنا مثل بعض شو ما كنا. إيه بعرف، بس شو بضل بيقول لي هيك؟ لا نحن بنحبه لجده وبنحترمه، بس يعني مو ضروري يكون رأينا مثل رأيه. طيب كيف بدي أعرف الصح؟ الصح بشو؟ يعني رأيك ورأي جده، شو الصح؟ معك حق ماما، هذا الموضوع كتير طويل وهلا أتأخر الوقت وبكرة في مدرسة، خلينا ننام ماشي؟ أوكي تصبح أنت بخير حبيبتي، لا تقريني. ما بعرف رقم غريب، علمني تعليم. شو طارق؟ شايف عم يتعلم لك من رقم غريب؟ فكرك هالحركات بتمرق علي انا ومنى يعني؟ عليك تمرق بس عمونا لا. يا سلام برافو عليكي، تفضلي. لا هات الصديق لك، انا عندي نسخه. يسلموا ايديكي، بس بتعرفي انا عندي احساس انه موضوعنا رح يكون كثير مميز لانه جرائم الشرف موضوع انطرق له كثير. والله برافو عليكي، لك عن جد برافو عليكي، شلون قدرتي تحصلي كل هالشيء؟ لا كان سر المهنه. سر المهنه؟ ونحن اولاد شو؟ ما نحن اولاد المهنه نفسها. ما من هون بتخلق عداوه الكار ولا؟ عن جد لينا انا كثير سعيد انه رح نتعاون مع بعض لاول مره. وانا كمان سعيده، بس عندي شرط ليستمر هذا التعاون، انه بدي انشر بالمجله وبالموقع سوا. يا بنت الحلال، حدا قال لك لا؟ اجيتي لتنشري شيء موضوع وقالوا لك لا، ما انت بتنشري دائما المقالات اللي بدك اياها وامتى ما بدك. لا معلش مو مشان شيء، بس مشان نكون واضحين مع بعض، يعني ما يكون في صيغه تعدي. تعدي؟ مين جاب سيره التعدي؟ هلا انا كمان بقترح انه المحور يتضمن اكثر من مقاله، ينحكى يعني فيها عن تقصير الجهات الرسميه ورجال الدين بالتوعيه، يعني هلا لما بتصير هيك قصه بغض النظر امتى وين وكيف وشو ما كان، ما لها مبرر، والعقل الجاهل والامي ممكن يوقع بهالمطب، طب وين هي الجهات اللي المفروض على اساس ما بتفوتها الفايته، واللي المفروض انه تحكي عن هي القصص بتفصيلاتها ومسمياتها، وين القوانين؟ وين التوعيه؟ بتعرفي انا كنت مفكر اكتب مقالتي هذا الاسبوع بخصوص هذا المحور بالذات. اوكي مثل ما بدك،
يلا اعمل حالك هلا على اساس انه انت من الاساس مفكر بالموضوع وانه انا ما جبت لك اي فكره جديده. طبعا بعرفهم هدول الحركات انا تبعوت الاستاذه، انه من وين لوين هالفصعونه لحتى تفكر حالها فادتني بالفكره. طيب اكتب المقاله وبنزلها باسمك منيح. كتر خيرك والله فضلت علينا. لك شو بك اليوم؟ شو بك حاطه شر بين عيونك؟ ما حكينا شيء؟ ايوه بس اليوم قول كل يوم. طيب عمو انا رح اطلع اشوف الشباب شوي وبنحكي مع بعض. اوكي عمو. يلا باي. الله معك حبيبتي، مع السلامه. الو كيفك وعي؟ شو ما صار وقت بريك الغداء؟ شو رايك نتغدى مع بعض؟ طلعنا خالك. يا سلام، خالي ما بيجي على هيك اماكن الا اذا كنت مشتاق له. لا دخيلك، ايش برا وبعيد. شو الالفاظ الشعبيه؟ شايفتيني صحفي مثلك ولا كاتب مثل عمك؟ انا واذا ليكو اخي اريان نص مكتب عمي. الله وكيلي غصب عنه، لو ما اضطر اقرا عن الجسد ودراما الجسد وحركه الجسد ما كان اقرا. شكله هيك اطيب. ايه تمام. ليش شو القصة؟ أمه زايرة عم تكتب الكاميون، لذلك طالعة براسه القصة. يا أهلين 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 أهلين. كنت حابة أسألك إذا عندك رغبة إنه تعمل معنا لقاء. إيه طبعا أنا ولو تكرم عيني. المجلة تبعنا معلش؟ لكن شكرا كثير لإلك، كيف بتحب وإيمى؟ أنت ما بدك وكيف ما بدك. طيب أنا رح أبعث لك الأسئلة تبعتي على الإيميل، بس مو مشان ترد علي بإيميل، لا رح نلتقي ونحكي بس مشان يكون عندك فكرة عن الأسئلة. على عيني وراسي خاصة، باخذ الايميل تبعك وبدرسه وبحكي معك على طول. شكرا كثير لك. ولا يهمك. تسلم. يلا باي. اهلين الله معك، مع السلامة. طريقة. المهم هلا كنا بالسيرة، أنا عم بقرا المسلسل وصلت للحلقة العاشرة. أيوة. جد جلال يعطيك ألف عافية، شيء بيطير العقل. تسلم الله يخليك. وقعت العقد بالشركة؟ أيوة وقعت. وقبضت كل شيء؟ ليش ما في شيء، اليوم كنت بالشركة عند رامز، كان معصب كثير بسبب المقالة تبعك، خفت انه يرجع بكلامه. يا سيدي ويرجع، شو ما في غير الشركة بالبلد يعني؟ أكثر شركات البلد بتمنى تتعامل معي. شو التواضع هذا يا حبيب؟ هلا هو إذا بدك عم يحكي مظبوط، بس جلال كمان أنت شايف الشركة قد إيه عم تسخر الشغل، يعني الجماعة مالهم تجار، الناس عندهم مشروع. ما إلا لا يا أخي ما إلا لا، بس كمان مو كل ما كتبت مقالة نطوي على طريقة فلنا بعد. سيزر؟ اي مقال تبع امبارح يعني؟ حكيت تبع امبارح. شايف شبه يا زلمه نازل نزله الله مولاها بالعلاقه مع امريكا. انا ما عم بحكي عن العلاقه مع امريكا، عم بحكي عن العلاقه مع الاداره الامريكيه، عم بقول العلاقات لازم تكون نديه ومحترمه. طيب شو بدك يقول يعني شرفوا رقد ورقد لعند امريكا؟ لك يا امي شير تلميحاته كلياتها واضح انه فيها اتهام، يعني كانه عم يقول انه الكل ماشيين بهالمخطط، شرف. طيب وانت برايك يعني مو صحيح؟ اخي بصراحه كنت بالشركة عند رامز، جاء اتصال من محطة مهمة، قعد حكى لهم عن المسلسل، الجماعة ما كانوا مطروبين. قصي، أنت بتعرفني منيح ولا ما بتعرفني؟ أنا هيك، ما راح أتغير. بالمناسبة المقال اللي كتبته أنا، كتبت فيه بس ربع الحقيقة، إذا ما كان أقل من هيك بكثير. وبالمناسبة كثير شذبت وجملت اللغة تبعي. شو المطلوب يعني نذكر؟ شو على وين عزم؟ طالع شوي. هي واضحة بس لوين؟
عندي فتلة بالسوق وبعدين بدي أمرق على شي معهد كمبيوتر اسأل عن دورات ويمكن شوف مدلين ونقعد أنا وياها بشي محل. ليش مدلين ما عندها بيت؟ أنت ما عندك بيت؟ ليش شو محلك؟ بابا ما نحنا دائماً عم نلتقى يا عندي بالبيت يا عندها بالبيت يا بالصالون، يعني وين المشكلة إذا مرة قعدنا بالمحل؟ وين الغلط؟ أيوة منيح الحد كيلي إنه مو غلط لأني ما عاد عرفت الصح من الغلط. بعدين ليش دورات الكمبيوتر؟ أنت بتعرفي كمبيوتر؟ بس أنا ما بعرف كل شيء، وإذا تعلمت شوي زيادة يعني بصير عندي فرص أكتر للشغل. وشغل كمان؟ في شيء بابا؟ على في. طيب نحكي بعدين بالموضوع. أنا هلأ مستعجلة عن إذنكم. ماما بجيب لك شيء معي؟ سلامتك ماما. الله يسلمك. باي. جدي تعال اقعد جنبي شوي. حاضر. في شي جدو؟ يعني ليش دائما معصب؟ بيتنا؟ ايه حبيبتي. هلا ذوقي لي القهوة وقولي لي إذا دقتي مثلها بكل كافيتريات سوريا. يسلموا إيديك. إيديك يا حبيبتي. شو بك يا حنان؟ لا ولا شيء ما في شيء. كأنك خايفة. لا ابدا من شو؟ ما في شيء بيخوف. خليتيني شرشر. ليك شو جبت لك معي؟ شو؟ ان شاء الله تحبه. ايه لا شو رأيك؟ هيدا طلب. يسلموا ايديكي. الله يسلمك. عن جد يسلموا ايديكي، كثير حلوة حبيبتي. بردت القهوة. طيب انا شو؟ هاتي حطي. يلا خذي انا هذا الفنجان اللي شرشرت فيه حاخذه انا. يسلموا. امين. طيبة. عن جد؟ ايه والله طيبة. صحتين. ايه